الاهلي وسموحه في نصف نهائي بطوله كاس مصر. معايا في هذه اللحظات سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء طبعا برحب بيك في البدايه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. عايزين نتكلم عن استعدادات الامنيه بالنسبه لمباراه النهارده, مباراه الاهلي وسموحه, وهي اكيد مباراه مهمه قبل نهائي كاس مصر. هو احنا متواصلين مع مديريه امن اسكندريه, يعني الترتيبات العاديه, لان انت عارف حضرتك المباراه بدون جمهور, فيعني ما فيش مشاكل او ما فيش اجراءات غير عاديه. الاجراءات العاديه اللي احنا ماشيين عليها كل مره, وان شاء الله تعدي على خير باذن الله. عدد الحضور بالتحديد من النادي الاهلي اكيد بيبقى فيه مثلا عدد معين من الجماهير ممكن يكون متواجد زي المباريات السابقه, عايزين نعرف العدد ممكن يبقى كام بالظبط. لا, هو رجعنا تاني بدون جمهور, يعني هو مجلس اداره والاداره التنفيذيه, يعني كل نادي 25. في حالة إن شاء الله تأهل النادي الأهلي لنهائي كأس مصر ومواجهة فريق المصري, هل في اتجاه إن ممكن المباراة دي تكون بجمهور ولا هيظل الحال على ما هو عليه؟ لا, هو ده قرار الاتحاد, بس لو الاتحاد خد قرار برضه لابد إن احنا يعني بقى لها نظام ولها قواعد عشان خاطر بس ما تبقاش الدنيا مفتوحة قوي أو ما تبقاش الدنيا فيها مشاكل. فيعني أيا كان قرار الاتحاد إيه, هيبقى بنظام وأسس ولابد يبقى في اتفاق عليها. اسس زي ايه بقى اسات اللي هو يعني بس نوضح للجمهور ممكن الاسس اللي اختارها النادي الاهلي او اللي حددها النادي الاهلي لعوده الجماهير في مباراه زي دي ممكن تكون ايه؟ لا, يعني اولا هم يحددوا عدد قد ايه, انا ما اعرفش, يعني هل هتبقى بدون جمهور برضه ويبقى 25 و25 او بجمهور؟ اذا كان العدد, طب العدد اليه دخوله ايه؟ هل تذاكر؟ هل دعوات؟ هل مين اللي هيعمل الكلام ده؟ الاتحاد؟ العدد هيبقى ازاي؟ لا, الكلام ده كله لازم نبقى حاضرينه. الاهلي اول لو ان شاء الله ربنا يعني وفقنا ووصلنا, اول المصري او ايا كان طرفي النهائي, يعني فلازم الاطراف تبقى حاضره ويبقى في اتفاق وفي التزام وفي اجتماعات مع الامن, يعني لابد يبقى في تنسيق كامل وآليه واضحه جدا يلتزم بيها الجميع. عايز اتطرق معاك لموضوع الجمعيه العموميه المقرر ان شاء الله يوم 25 الشهر الجاري, الاجراءات او الاستعدادات اللي بيكون بيها النادي الاهلي لاجراء هذه الجمعيه العموميه. لا, احنا ماشيين في اجراءاتنا العاديه, كشوفات هتتعلق النهارده ان شاء الله, الاماكن اللي اتحددت بتاعه النقاط الجمعيه واجراءات العاديه اللي احنا معتادين عليها في النادي الاهلي وماشيين عليها ان شاء الله. كلها اجراءات اداريه وشغله, وكله مجموعات العمل كلها شغاله, كل مدير اداره عارف شغله وكل موظف عارف شغله, وان شاء الله ربنا يكرمهم باذن الله. هنعود لفريق كرة القدم, واحنا عارفين المرحلة الجاية في معسكر المفروض في اوروبا, هل تم خلاص الاستقرار على مكان المعسكر ومدة المعسكر من امتى لامتى ولا لسه ما تمش الاستقرار؟ لا, لسه ده تنسيق ما بين الجهاز والسيد رئيس مجلس الادارة, هم بيرتبوا القصة دي ولسه مستقروا عليهم ان شاء الله. الاهم بقى مباراه الاهلي والترجي في طبعا دور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا, وهي اكيد مباراه مهمه جدا لكل جمهور النادي الاهلي, خصوصا ان هي بطوله الافريقيه وبيشتاق لها جمهور النادي الاهلي بقاله فتره. عايزين نعرف بالتحديد زياده عدد الجماهير ممكن يوصل لحد كام في مباراه مهمه زي دي, ولا خلاص تم الاستقرار على عدد معين من الجماهير؟ لا, تمت الموافقه على 20,000 ان شاء الله. انت عارف احنا كنا قابله للزياده ولا لا؟ خلاص, هو جانا جواب بكده, يعني كنا 5 بقينا 10 بقينا 15 بقينا 20, فكويس, يعني الدنيا ماشيه كويس ان شاء الله. فاول استقرار على 20,000 ان شاء الله, وبرضه بنفس الاليه بتاع اللي الاهلي ماشي بيها اللي هو التذاكر اللي على الانترنت, فده قرار نهائي. الاليه ناجحه بصراحه يا ست اللواء. انا شايفها ناجحه جدا, وشايف ان هي مش عامله مشاكل للناس, وشايف ان التذاكر بتتباع بطريقه كويسه, بياخد التذكره اشخاص محدده, ما فيش زحام, ما فيش اكشاك بيع, لا يعني شايف ان الموضوع ماشي كويس الحمد لله. قضيت على السوق السوداء نسبيا برضه. طبعا انت بتاخد تذكره واحده, الناس اللي كانت بتخش 10 و15 و30 و50 تذكره, خلاص هو معاه تذكره, يعني مش واي حد ممكن يخش ياخد, فما بقتش الدنيا زي الاول. يعني الموسم القادم ممكن في بطوله الدوري بالتحديد ممكن نلاقي بقى عوده الجمهور خلاص, بعد ما كان في تجربه سواء في البطوله العربيه في المباريات الافريقيه ممكن خلاص ان يعود جمهور للمدرجات, وهل النادي الاهلي ممكن يطالب بجزئيه زي دي ولا النادي الاهلي سايب الامور كلها للجهات الامنيه واتحاد الكره؟ لا, ما هو هما جهه الاختصاص, بس احنا بنطالب بعوده الجمهور, احنا من بقالنا 3 سنين بنطالب بعوده الجمهور, احنا بنطالب بعودته على طول, لكن لما بيعترض الامن ما يعني لا نملك غير ان احنا بناخد بهذا الكلام, لكن احنا بنطالب بعوده الجمهور. فالحته دي جزئيه ما بين الامن وما بين اتحاد الكوره, لكن يا ريت يبقى في عوده جمهور حتى لو بجزء يعني بعدد محدود, ويبتدي طول ما الدنيا ماشيه زي ما احنا عاملين في بطوله افريقيا تصاعد يزيد ان شاء الله. اخيرا بقى متفائل بمباراه النهارده ومباراه الاهلي وسموحه, ان شاء الله النادي الاهلي يتخطى المباراه دي ويوصل دور نهائي ان شاء الله باذن الله, ربنا يكرمهم باذن الله ان شاء الله.
شاء الله. شكرا استاذ لو بتفضل. شكرا حبيبي ربنا يكرمك. ده كان لقائنا مع اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اكيد طبعا قبل ساعات من انطلاق مباراه الاهلي وسموحه، وان شاء الله مباراه مهمه جدا، واكيد نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين يتخطوا هذه المباراه ومن ثم التاهل للدور النهائي.